أبنائنا طلب وطالبات الصف الثالث الثانوي الزراعي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل في بيتنا مدرسة ومادة محاصيل الحقل. إحنا في الزراعة اتعودنا دايما من زرع حصد ومن جد وجد. النهاردة إن شاء الله حلقة مختلفة عن بقية الحلقات. النهاردة هنعمل مراجعة عامة عن مادتنا، مادة محاصيل الحقل للصف الثالث جميع التخصصات. هنشوف من خلالها بعض الأسئلة ونتعرف على بعض الأسئلة اللي ممكن تيجي في الامتحان، أو صورة الأسئلة اللي بتيجي في الامتحانات والاختبارات بتاعتنا، علشان نكون مهيئين ونقدر نحل الامتحان بتاعنا ونقدر نجيب مجموع كويس إن شاء الله يأهلنا لكليات الزراعة أو كليات التربية أو أي معهد من المعاهد الزراعية اللي هي بتستقبل طلبة التعليم الفني الزراعي. تعالوا نشوف مع بعض قبل أي شيء. لما نشوف ورقة الامتحان، أنا استلمت ورقة الامتحان، أنا هعمل إيه؟ أول حاجة بفكر فيها، ببص في ورقة الامتحان بتاعتي، ببص نظرة سريعة على الأسئلة بتاعتي وأشوف السؤال الصعب فين والسؤال السهل فين. لازم أكون مرتب في ورقة الإجابة بتاعتي من خلال الكتابة بتاعتي وتنظيم ورقتي. خلي كل سؤال في ورقة. لو سؤال كبير جه معاك من عدة أجزاء، من أجزاء جزيئات فيه ألف وب وجيم، فخلي ليه كذا ورقة، بحيث ألف في ورقة، ب جزيئات ب في ورقة، جزيئات جيم إيه في ورقة، ورقتك تبقى إيه مرتبة وكويسة وشكلها إيه جميل. لما أبدأ بالأسئلة بتاعتي في الحل، أبدأ بالأسئلة السهلة الأول علشان ما أروحش للسؤال الصعب، هيضيع مني الوقت، ياكل مني الوقت كله ويضيع مني إجابة السؤال السهل. فإحنا تعالوا نشوف مع بعض نموذج لبعض الأسئلة ونعمل تنشيط وريفريش كده لدماغنا ومخنا، علشان نستعيد المادة بتاعتنا والحاجات اللي احنا درسناها خلال عام دراسي كامل، وبإذن الله تكونوا موفقين في إجابة الأسئلة وفي الامتحانات، وتشرفونا بمجاميع عالية بإذن الله تدخلوا من خلالها كليات الزراعة والمعاهد العليا. تعالوا نشوف السؤال الأول مع بعض. السؤال الأول بيقول: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ فيما يأتي. يعني صح وخطأ، أقرأ العبارة صح، أشوفها بالراحة كده وأركز فيها وأتأنى. ليه؟ لأن صح وغلط هي كلمة واحدة بتقف عليها الإجابة، بتحولها لك من صح الخطأ أو من خطأ إيه لصح. تعالوا نشوف أول نقطة معانا. من صفات التآوي الجيدة أن تكون ذات نسبة إنبات منخفضة. من صفات التآوي الجيدة أن تكون ذات نسبة إنبات إيه منخفضة. العبارة دي صحيحة ولا خطأ؟ نشوف مع بعض. العبارة دي خطأ. ليه؟ لأن من صفات التآوي الجيدة اللي احنا أخدناها تكون ذات نسبة إنبات إيه مرتفعة. النقطة الثانية: تقاوي الأساس مرحلة من مراحل إنتاج التآوي. الإجابة دي صح ولا غلط؟ الإجابة دي صحيحة. ليه؟ لأن احنا قلنا مراحل إنتاج التآوي أربع إيه مراحل: مرحلة النوية اللي هي مرحلة المربي، ومرحلة التآوي الأساس، التآوي المسجلة، التآوي المعتمدة. النقطة الثالثة: تحسب النسبة المئوية للنقاوة بعد البذور التي أعطت بادرات طبيعية. صح ولا خطأ؟ الإجابة دي إيه؟ خاطئا. نفكر مع بعض. ليه؟ لأن تحسب النسبة المئوية للنقاوة بعد البذور التي أعطت بادرات طبيعية. لا. ليه؟ لأن إذا كان اختبار إنبات، تحسب النسبة المئوية لاختبار إيه الإنبات بعدد البذور التي أعطت بادرات إيه طبيعية، فإذا الإجابة دي خطأ. النقطة اللي بعد كده نشوفها مع بعض. 4. المحتوى الرطوبي للبذور من أهم العوامل التي تساعد على حيوية التآوي أثناء التخزين. صح ولا غلط؟ الإجابة دي صحيحة. ليه؟ لأن إذا زاد محتوى الرطوبي عن معدل معين ممكن البذرة عندي تنبت ويحصل ليها إيه هدر إيه جامد، وإذا قلت المحتوى الرطوبي برضه هيأثر على إيه حيوية الجنين ونسبة الإنبات بتاعته هتكون إيه قليلة. النقطة اللي بعد كده: وزارة الزراعة من مصادر الحصول على التآوي الجيدة. الإجابة دي صحيحة ولا خاطئة؟ الإجابة دي إيه؟ صحيحة، لأن أهم مصدر من مصادر التآوي الجيدة المعتمد عندي في جمهورية مصر العربية هي وزارة الزراعة. تعالوا نشوف نقطة كمان. من أسباب الإقبال على الوقود الحيوي رخص السمن. من أسباب الإقبال على الوقود الحيوي رخص إيه السمن. الإجابة صحيحة ولا خطأ؟ الإجابة خطأ، ولكن أسباب الإقبال على الوقود الحيوي ارتفاع السمن، إن قيمته إيه عالية، أنا هكسب من وراها إيه كتير. رقم 7: الخصب هو قدرة الأرض على إمداد المحاصيل بالعناصر الغذائية اللازمة لنموها. صح ولا خطأ؟
الإجابة دي نركز مع بعض، الإجابة دي صحيحة. ليه؟ لأن تعريف الخصب هو قدرة الأرض على إمداد المحاصيل بالعناصر الغذائية اللازمة لنموها واكتمال فترة حياتها وإعطاء محصول اقتصادي. النقطة اللي بعد كده، الكمبوست هو السماد العضوي الناتج من التحلل اللاهوائي للمخلفات العضوية النباتية. الإجابة دي صحيحة ولا خاطئة؟ احنا قلنا ايه، خلي بالك لازم تقرأ النقطة بايه، بحرص وتأني، تأنى وشوف كل كلمة بتقول ايه. بيقول لك هنا الكمبوست هو السماد العضوي الناتج من التحلل اللاهوائي للمخلفات العضوية النباتية. الإجابة دي صحيحة ولا خطأ؟ الإجابة دي خاطئة. ليه؟ لأن الكمبوست هو السماد العضوي الناتج من التحلل الهوائي وليس اللاهوائي. هنا هو حرف واحد بس، حرف اللام غير لك ايه معنى الجملة كلها. يبقى الكمبوست هو السماد العضوي الناتج من التحلل اللاهوائي للمخلفات العضوية النباتية. إجابة ايه؟ خاطئة. النقطة اللي بعد كده، تعرف الزراعة العضوية بأنها نظام إنتاج زراعي اجتماعي بيئي متكامل يتجنب استخدام الأسمدة المعدنية والمبيدات. الإجابة دي صحيحة ولا خاطئة؟ نشوف مع بعض. الإجابة دي إيه؟ صح. ليه؟ لأن في الزراعة العضوية أنا بزرع النباتات بتاعتي والمحصول بتاعي الناتج بدون استخدام أي مبيدات أو أي كيماويات فيه. النقطة اللي بعد كده، الوقود الحيوي هو إنتاج الطاقة من الكائنات الحية سواء النباتية محاصيل منزرعة أو النباتات إيه طبيعية. هنا بيقول لك إيه، الوقود إيه الحيوي هو إنتاج الطاقة من الكائنات الحية سواء النباتات محاصيل منزرعة أو النباتات إيه طبيعية. إجابة صحيحة ولا خطأ؟ تعال نشوف مع بعض. إجابة إيه؟ صحيحة. ليه؟ لأن أنا كده استخدمت المحاصيل والمحاصيل ده كائن إيه حي والنباتات الطبيعية كائنات إيه حية. تعال نشوف نقطة كمان، التوسع الزراعي الرأسي هو زيادة المساحة المنزرعة باستصلاح مساحات في الأراضي الجديدة القابلة للزراعة. خلي بالك أنا عندي في المحاصيل عندي نوعين من التوسع، توسع زراعي أفقي وتوسع زراعي إيه رأسي، وشرحناهم قبل كده وعرفنا يعني إيه توسع زراعي أفقي وعن إيه توسع زراعي إيه رأسي. هنا بيقول لك التوسع الزراعي الرأسي هو زيادة المساحة المزرعة باستصلاح مساحات الأراضي الجديدة قابلة للزراعة. صح ولا خطأ؟ الإجابة دي خاطئة. ليه؟ لأن التوسع الزراعي الأفقي هو زيادة المساحة المزرعة باستصلاح مساحات في الأراضي الجديدة قابلة إيه للزراعة. النقطة اللي بعد كده، الفجوة الغذائية تعني الفرق بين ما نستطيع إنتاجه من المحاصيل والمواد الغذائية وبين ما يكفي الاحتياجات الأساسية للسكان. الإجابة دي صح ولا خطأ؟ الإجابة دي إيه؟ صحيحة. هي دي إيه؟ الفجوة إيه؟ الغذائية. طول ما فيه زيادة سكانية طارئة بتزيد كل سنة إنتاج المحاصيل عنده قليل، إذن هنا في إيه؟ فجوة. بحاول أنا أسد الفجوة ديت بإيه؟ مش بالزراعة ولكن باستيراد المحاصيل من بره. النقطة اللي بعد كده، التكثيف الزراعي هو زراعة محصولين أو أكثر في مساحة من الأرض في نفس الموسم لتعظيم الاستفادة من الموارد الأرضية. نقراها كويس. هو بيقول هنا إيه؟ التكثيف الزراعي هو زراعة محصولين أو أكثر في مساحة من الأرض في نفس الموسم لتعظيم الاستفادة من الموارد الأرضية. الإجابة دي صح ولا خطأ؟ الإجابة دي خاطئة. ولكن إيه هو الصح؟ الصح بتاعها التحميل، إن أنا بزرع محصولين مع بعض في نفس الوقت. ليه؟ علشان أستفاد لتعظيم الاستفادة من الموارد إيه الأرضية، يعني كمية المية كمية السماد هي واحدة هتخدم لي كام محصولين. نجيب النقطة اللي بعد كده، من أهم العوائق والتحديات التي تواجه قطاع الزراعة ندرة العمالة الفنية المدربة. وده أنت يا باشا الرق عليك، انت الاساس في هذه العملية. يبقى انا عندي من اهم العوائق والتحديات التي تواجه قطاع الزراعة ايه؟ ندرة العمالة ايه المدربة. فانا عايزك تطلع عامل فني مدرب، تكون فني ايه مدرب. الاجابة دي صحيحة ولا خطأ؟ الاجابة دي صحيحة. النقطة اللي بعد كده، من العوامل الخارجية التي تؤثر على خصوبة التربة درجة الحرارة. هنا العوامل الخارجية التي تؤثر على خصوبة التربة درجة الحرارة. احنا اتكلمنا على خصوبة التربة بتأثر عليها عدة عوامل، عوامل خارجية وعوامل ايه داخلية. واتكلمنا عن العوامل الخارجية وقلنا منها درجة الحرارة، الرطوبة، درجة الحرارة، الأمطار، الرياح. اما العوامل الداخلية قلنا قوام التربة، بناء التربة، ايه المحتوى الميكروبي ايه من التربة. اذا الإجابة دي ايه؟ إجابة صحيحة. تعال نشوف كمان سؤال، تخير الإجابة الصحيحة من بين إيه الأقوس. يعني هتشوف الجملة
هيجي لك كام كلمة بين الأقواس، هتختار الإجابة الصحيحة، ويفضل إنك أنت تنقل الإجابة بعد ما تختار في ورقة الكراسة كاملة بالكلمة الصحيحة إيه بتاعتها. تعال نشوف رقم واحد، أول نقطة معانا. أرض تتساوى مصروفاتها وإيراداتها هي أرض خصبة أو محايدة أو جدباء. إحنا قلنا علشان أفاضل بين الأراضي في مسائل الخصب، قلنا إذا الأرض تساوت الأرباح، إذا تساوت إيراداتها مع مصروفاتها بنقول عليها أرض محايدة، إذا الأرض ارتفعت نسبة أرباحها بنقول إذا زادت الأرباح عن الإيرادات بنقول عليها أرض إيه؟ خصبة، إذا قلت بنقول عليها أرض إيه؟ جدباء. إذا هنا أرض تتساوى مصروفاتها مع إيراداتها هي أرض إيه؟ إذا هي أرض محايدة، أرض إيه؟ محايدة. النقطة اللي بعد كده، يفضل استخدام العقل عند زراعة محصول القصب من، يعني أنا هزرع محصول القصب عندي، هاخد عقل، القصب يتقاصر خضريات باستخدام العقل. هاخد العقل دي منين؟ من أي محصول؟ المحصول بيقول لي هاخدها من قصب غرز ولا خلفة أولى ولا خلفة تانية؟ فهنا أفضل استخدام للعقل يكون من قصب غرز، يبقى الإجابة عندي هنا إيه؟ القصب الغرز. تعالى بعد كده النقطة اللي بعد كده، الخصب الناتج عن عمليات خدمة الأرض، الخصب الناتج عن عمليات خدمة الأرض، خصب طبيعي أو خصب مؤقت أو خصب إيه؟ مستديم. أنا هنا خصب أنا بضيفه للتربة عن طريق عمليات الخدمة، إيه هي عمليات الخدمة؟ تسميد، ري، عزيق، مقاومة، دي عمليات إيه؟ خدمة، بتزود لي إنتاج المحصول بتاعي أو بتزود لي إنتاجية الأرض عندي، إذا هنا الخصب هنا إيه؟ خصب إيه؟ اسمه خصب مؤقت. ليه خصب مؤقت؟ لأن العمليات اللي أنا بعملها ديت إذا امتنحت عنها الأرض هيقل، الربح هيقل إيه؟ عندي، فإذا هو خصب إيه؟ خصب مؤقت. تزيد الأرباح إذا زاد الخصب المؤقت وتقل الأرباح إذا قل الخصب إيه؟ المؤقت. النقطة اللي بعد كده، يستخدم تصميم مربع لاتيني عند تدرج الخصوبة منين بقى؟ هو جايب لي اختيارات، بيقول لي في اتجاه واحد ولا في اتجاهين ولا التجانس التام. في مسائل الخصوبة والمسائل تصميم وتحليل التجارب بيقول لك على سبيل المثال، أرض تندرج خصوبتها من الشمال إلى الجنوب أو متجانسة الخصوبة أو اتجاه الخصوبة إيه؟ في اتجاه واحد، فأي حاجة هتستخدم فيها؟ هنا يقول لك يستخدم مربع لاتيني عند تدرج الخصوبة فين؟ في اتجاهين متعامدين، يبقى مربع لاتيني في اتجاهين متعامدين، أما إذا كان تدرج الخصوبة عندي في اتجاه واحد، إذا نوع التصميم هنا هيكون اسمه تصميم قطاعات كاملة العشوائية، أما إذا كانت الأرض عندي متجانسة الخصوبة فهنا هستخدم التجانس التام أو هستخدم التصميم تام العشوائي. النقطة اللي بعد كده، من الصفات الجيدة للتقاوي خلوها من الجنين إصابتها بالتفاحم خلوها إيه؟ من الحشائش. يبقى أنا دلوقتي اشتريت تقاوي جيدة، أهم الصفات الجيدة إيه؟ ليها إنها خلوها من الحشائش، تكون الحشائش اللي فيها إيه؟ قليلة، ما فيهاش بذور حشائش تاني. النقطة اللي بعد كده، القيمة الحقيقية لتقاوي نسبة نقاوتها 90% وإنبتها 85% هي كام؟ احنا قلنا علشان ايه نجيب القيمة الحقيقية هضرب نسبة النقاوة في نسبة الإنبات وهقسمها على 100، فهتديني كام؟ هتديني 76.5%. يعني أنا هنا القيمة الحقيقية للتقاوي بتساوي ايه؟ نسبة النقاوة في نسبة الإنبات على 100، فإذا هنا ادتني 76.5% في الاختيار الصحيح. تعالوا نشوف نقطة كمان، مسافة العزل المكاني لمحصول القمح لإنتاج تقاوي الأساس هي 10 متر أو ولا 100 متر ولا 1000 متر. مسافات العزل احنا اتفقنا ان دلوقتي هزرع صنفين أو هنتج صنفين مختلفين لأصناف القمح، فأنا هبعد الصنفين دول عن بعض قد إيه في القمح؟ تعالوا نشوف مع بعض الإجابة الصحيحة، 10 متر. ليها 10 متر؟ ليه؟ لأن التلقيح في القمح تلقيح ذاتي، مش هتتنقل حبوب اللقاح من نبات لنبات إيه تاني، فهنا مسافة العزل إيه؟ قلت عندي. ولكن إذا كان المحصول عندي مفتوح التلقيح أو التلقيح ليه خلطي، بكتر مسافات إيه العزل، ممكن توصل لحد إيه؟ 5 كيلو. النقطة اللي بعد كده، يساوي مجموع القيم مقسوم على عددها. ايه هو الشيء اللي بتساوي مجموع القيم مقسوم على عددها؟ تعالوا نشوف مع بعض، هو المتوسط الحسابي. قال لك الوسيط ولا المنوال؟ المتوسط ايه؟
الحسابي هو المتوسط ايه الحسابي اللي هو يساوي مجموع القيم مقسوم ايه على عددها. انا عندي 11 قيمه من 1 ل 11، 1 2 3 4 لحد 11، هجمعهم على بعض واقسمهم على عددهم هيديني المتوسط ايه الحسابي. النقطه اللي بعد كده، يكون عرض القناه في تصميم التجارب. انا بصمم دلوقتي تجربه عندي في الارض، انا عايز اشوف القناه عندي عرضها هيكون قد ايه. بيقول لك عرض القناه نص متر ولا متر ولا 1.5 متر. الاجابه الصحيحه معانا هنا 1.5 ايه متر، ولكن البتن هو اللي هيكون مساحته قد ايه، مساحته نص متر. يبقى لو قال لك يكون عرض البتن في تصميم التجارب نص ولا 10 ولا 1.5 ولا متر ولا 1.5، هتقول له ايه نص متر. ولكن هنا عرض قناة الري بيكون 1.5 متر في ايه في تصميم التجارب. النقطة اللي بعد كده، عدد السنوات التمهيدية عند زراعة القصب في الدورة والتي يشغل نص المساحة ويبقى في مكانه سنتين وتجدد زراعته سنويا هيعدتها هتكون كام سنة؟ هتكون سنة تمهيدية ايه واحدة. ليه؟ لانه بيشغل نص المساحة ويمكث في بقعته كام سنتين. فهنا هتكون الدورة وعندي متقسمة من 3 أقسام، قسم للسنة التمهيدية وقسمين للسنتين ايه الرئيسيتين للدورة. النقطة اللي بعد كده، تقدر نسبة الإصابة المرضية أو الحشرية يطلق عليها اختبار أو يطلق عليه اختبار نسبة النظافة أو الحالة الصحية أو نسبة ايه الانبات. إذا ذكرت الإصابة مرضية أو حشرية إذا هنا بنتكلم عن اختبار الحالة ايه الصحية، ولكن لو قال لك شوائب يبقى هنروح لنسبة ايه النظافة. لو قال لك اختبار يجرى بعد البديرات النامية طبيعيا إذا هنا هنروح لايه لاختبار نسبة الإنبات. النقطة اللي بعد كده، البناء المثالي للتربة ذات الخصب الجيد هو البناء المحبب الرأسي الطبقي. هنا الإجابة بتاعتنا هتكون إيه؟ البناء المحبب، إن الحبيبات متراصة ومتجاورة إيه؟ جنب بعضها. النقطة اللي بعد كده، تعالوا نشوف حاجة تانية، مدة دورة القصب التي يشغل نصف المساحة ويبقى في بقعته سنتين وتجدد زراعته سنويا هي قد إيه؟ مدة دورة القصب الذي يشغل نصف المساحة ويمكث في بقعته سنتين وتجدد زراعته سنويا هتكون كام؟ 4 سنوات، اللي هي مدة ايه الدورة. ليه؟ احنا لما هتشتغل على المعادلة بتاعتها هتطلع معاك كام؟ 4 سنوات. النقطة اللي بعد كده، عدد الأقسام في دورة القطن والذي يشغل ثلث المساحة هي 3 ولا 6 ولا 9. دورة قطن بيشغل ثلث المساحة إذا هيكون 3 أقسام. أنا عندي هنا كام قسم في القطن؟ 3 أقسام. الإجابة الصحيحة 3 أقسام. تعال نشوف نقطة بعد كده، عدد السنوات التمهيدية في دورة قصب يمكث في مكانه 3 سنوات وتجدد زراعته سنويا هي 1 ولا 2 ولا 3 سنوات تمهيدية. هتكون هنا إيه عدد السنوات؟ هتكون سنتين إيه تمهيديتين. هناك كان إيه يمكث في بقعته سنتين ويشغل نص المساحة، فكانت عدد السنوات التمهيدية سنة إيه؟ واحدة. تعالوا نشوف النقطة اللي بعد كده، من فوائد اتباع الدورة الزراعية السليمة مناخ المنطقة ولا نوع التربة ولا مقاومة إيه الآفات. إذا من فوائد اتباع الدورة الزراعية السليمة مقاومة إيه الآفات، إن أنا بتخلص عندي من الآفات الحشرية والآفات المرضية. تعالوا نشوف نقطة كمان، ما الجهود التي ينبغي أن تبذل للمحافظة على خصوبة التربة؟ إيه اللي أنت هتعمله في مزرعتك علشان تحافظ على إن الأرض بتاعتك تبقى جديدة وقوية؟ إيه الجهود اللي أنت هتعملها سواء كنت أنت أو الدولة؟ إيه الجهود اللي أنت هتبذلها للمحافظة على خصوبة التربة؟ تعال نشوف الإجابة. الجهود التي ينبغي أن تبذل للمحافظة على خصوبة التربة، رقم 1 العناية بتسميد التربة بالأسمدة العضوية والكيماوية، يعني أهتم بإيه؟ بالتسميد. رقم 2 العناية باستخدام نظام الري المناسب لنوع الأرض والمحصول. رقم 3 الاهتمام بعمل شبكة الصرف وتطهيرها وصيانتها، لابد أن أنا أطهر شبكة الصرف عندي كل شوية وأعمل لها إيه صيانة. ليه؟ لأن علشان أحافظ على مستوى الماء الأرض ما يرتفعش إيه عندي. العناية بتسوية سطح التربة، اتباع دورة زراعية مناسبة وزراعة المحاصيل البقولية. ليه؟ لأن المحاصيل البقولية غير مجهدة إيه للتربة، ما أقعدش أزرع محاصيل مجهدة للتربة عندي فيأثر على خصوبة إيه التربة.
النقطة اللي بعد كده مقاومة الحشائش بطرق أفضل من المبيدات، يعني أعزى العزيء أفضل من المقاومة بإيه؟ بالمبيدات. اتباع جميع العمليات الموصي بها، في حزمة توصيات بتنزل على سبيل المثال مثل حزمة توصيات القمح، لابد أن أتبعها ليه؟ للحصول على إيه؟ محصول جيد وربح إيه؟ عالي. العناية باستخدام التقاوي المنتقاوة المناسبة للمنطقة، يعني أجيب تقاوي من جهات ذات مصدر جيد أو أثق في مصدرها، زي ما قلنا من شوية وزارة إيه؟ الزراعة. عرف التجربة، سؤال بيقول لك عرف التجربة ثم أذكر الأغراض التي تجرى من أجلها التجارب إيه؟ الزراعية. أنت عملت تجارب زراعية، إيه الغرض؟ أنت عايز تعملها ليه؟ تعال نشوف الأول تعريف التجربة وبعد كده نشوف إيه الأغراض. تعريف التجربة هي أسلوب لدراسة تأثير معاملة أو أكثر على صفة أو أكثر في وحدات تجريبية متساوية في المساحة متشابهة إيه في الشكل. يعني أنا لما هعمل تجربة علشان أقيس تأثير السماد لابد أن تكون المعاملات التجريبية مساحتها واحدة متشابهة كلها متساوية في المساحة ومتشابهة في الشكل. إذا كانت القطع عندي مستطيلة يبقى كل مستطيل مربع كل إيه مربع. يبقى تعريف التجربة هو أسلوب لدراسة تأثير معاملة أو أكثر على صفة أو أكثر في وحدات تجريبية متساوية في المساحة متشابهة في الشكل. طيب يعني ايه دراسة الاسلوب معاملة او اكثر؟ المعاملة انا ممكن استخدم معاملة التسميد ومعاملة الري، دي اسمها معاملات. لو انا هشتغل ايه تسميد وري انا كده هستخدم ايه معاملتين على صفة او اكثر. يعني ايه صفة او اكثر؟ الصفات اللي هي الوراثية اللي خاصة بالنبات، على سبيل المثال طول السنبلة، صفة طول السنبلة او صفة عدد الحبيبات داخل السنبلة. فديت الشكل او التعريف العام ايه للتجربة الزراعية، هي اسلوب لدراسة تأثير معاملة او اكثر على صفة او اكثر في وحدات تجريبية متساوية في المساحة متشابهة ايه في الشكل. تعالوا نشوف النقطة اللي بعد كده، اغراض التجارب ايه الزراعية. احنا قلنا دلوقتي عرفنا التجارب وهنذكر ايه الاغراض بتاعتها. رقم واحد، اختبار مدى تأثير المعاملات، يعني اشوف تأثير معاملة التسميد. لو انا هستخدم معدلات تسميد 20 كيلو للفدان و30 و40 و50، دي اسمها معاملات ايه مختلفة. اعلى انتاج هيوصل عندي ذات قيمة اقتصادية عالية ويكون قليل في المصروفات على انهي معاملة؟ ديت ايه الغرض من التجربة. الحاجة التانية تقدير متوسط سلوك احد المعاملات، تقدير المتوسط نشوف السلوك بتاع مثلا ايه. لو انا هروي كل 10 ايام، ال 10 ايام ديت مع إضافة السماد بمعدل 50 كيلو أو 50 وحدة أزوت الفدان هتأثر معايا إزاي؟ هتمشي إزاي؟ يبقى ديت إيه؟ اللي هي تقدير متوسط سلوك أحد إيه؟ المعاملات. النقطة اللي بعد كده، وضع حدود ثقة على متوسطات المعاملات أو الفروق إيه بينها. يعني إيه وضع حدود ثقة؟ يعني على سبيل المثال أنا عندي صنف من أصناف القمح وليكن مصر واحد، مصر واحد بيقول لك في الصعيد بيجيب 24 أرداب في الوجه البحري، هيجيب 21 ولا هيجيب ال 24؟ فانا لابد ان اجري هذه التجارب للوقوف ايه على متوسط المعاملات او الفروق ايه بينها. في الصنف اللي انا هزرعه ده سواء كان بنسوف خمسة او مصر واحد هشوفه، لو في الصعيد بيجيب 24 لابد ايه يجيب معايا في البحري 24. طيب جاب لي ال 24 بناء على المعاملات اللي هي ايه هتتم، ولكن اذا اختلفت الحدود الثقة او قل في بحري يبقى هنا عندي في ايه مشكلة. النقطة اللي بعد كده، قياس كفاءة التصميم المستخدم. ان انا دلوقتي عندي ثلاث انواع من انواع التصاميم قلنا بنستخدمها، اللي هو تم العشوائية وقطاعات كاملة العشوائية ومربع لاتيني، وقلنا الفرق بينهم هم الثلاثة اللي هو اندراج ايه الخصوبة. فدي هنشتغل عليها ازاي، التصميم ده هيكون هيطلع لي الكفاءة المثلى او الكفاءة المثالية للتجربة الزراعية عندي اللي انا عملتها ولا هيتغير. النقطة اللي بعد كده، قياس مدى دقة التجربة. أنا التجربة اللي أنا أديتها ديت هل فعلا أنا عندي استخدام 40 وحدة أزوت للفدان لمحصول القمح هيديني كذا أرداب؟ هل هي فعلا هتكون هي ديت مدى دقة التجربة؟ طيب أنا هقيسها إزاي؟ إن أنا عندي المعاملة ديت هتتكرر أكتر من مرة، هزرعها خمس مرات أو ست مرات حسب عدد المعاملات وعدد التكرارات الموجود عندي إيه في التجربة. فهنا جابت مثلا إيه 10 أرادب، هنا جابت 10 أرادب، هنا جابت 10 أرادب، يبقى أنا عندي التجربة بتاعت هنا إيه تجربة دقيقة والتصميم إيه دقيق. ولكن إذا اختلف أنا عندي كده إيه الوضع إيه لازم أراجع تاني فيه.
النقطة اللي بعد كده الحصول على بيانات تنفع كأساس للتجارب المستقبلية. يعني إيه الحصول على بيانات تنفع كأساس للتجارب المستقبلية؟ أنا دلوقتي أي حد فينا أخدناها قاعدة عامة عن طريق التجارب والمعاملات اللي هي سابقة، إن أنا بضيف السماد العضوي بمعدل 15 إلى 20 متر مكعب للفدان. طيب هل ال 15 إلى 20 متر مكعب ديت جت من فراغ ولا جت من شغل؟ فهي جت من تجارب سابقة قبل كده، فأنا أخدت هنا إيه؟ استخدمتها للمعاملات أو التجارب المستقبلية. سؤال تاني، كيف يمكنك الاستدلال على خصوبة التربة وهي منزرعة؟ حضرتك رايح تشتري مزرعة أو حد من جيرانك بيقول لك أنا هشتري فدان أرض النهاردة، تعالى أنت راجل مهندس زراعي محترم، شوف الأرض ديت حلال فيها الفلوس اللي أنا هدفعها ولا فيها مشاكل؟ طيب أنت هتستدل على الخصوبة إزاي؟ هتقول الأرض دي بتاعتك ديت كويسة، هتحكم له عليها إزاي؟ تعالوا نشوف الحكم هيتم إزاي. كيف يمكنك الاستدلال على خصوبة التربة وهي منزرعة؟ رقم واحد، تكون خالية من البقع البائرة وسط الزرع، يعني الزرع عنده كله تام الإنبات، مفيش بقع غائرة، يعني مفيش مسافات موجودة في الأرض عندي فاضية من غير نباتات. رقم اتنين، عند نمو القمح أو الفول أو الذرة الشامية، عند نمو القمح والفول أو الفول أو الذرة الشامية نموا جيدا بها، يعني الذرة عندي والقمح لما أشوفه كده أركز عليه ببصري الاقي النباتات كلها مستوى واحد في الطول، مفيش مجموعه طويله ومجموعه قصيره. ليه؟ لان الطويله هتكون الارض بتاعتها لا اما عاليه وتجمع فيها العناصر الغذائيه يعني خصبه، والمنخفضه هتكون العناصر الغذائيه فيها قليله، فهنا الارض كده تدرج الخصوبه فيها مش مظبوط، ارض غير خصبه. رقم ثلاثة، نمو النباتات لها نموا حسنا، يعني أنا بشوف النباتات أول ما تنمو نموا حسنا بحكم عليها. يعني إيه نموا حسنا؟ يعني إيه يا مصر نموا حسنا دينا؟ إحنا وقفنا عنها ده؟ لا ما وقفناش، إحنا قلنا لازم النباتات لابد أن تكون نباتات مستوى واحد، ولكن هنا النمو الحسن هيرجع للون، إحنا بنقول اللي هي ذات الأخضر الداكن بنقول النباتات زرقاء شكلها حلو والنبات أزرق، ولكن إذا كان النبات أصفر وضعيف فهنا بتكون الأرض ضعيفة الخصوبة أو الخصب بتاعها غير جيد. النقطة اللي بعد كده، قلة نمو الحشائش بها خاصة الحشائش الخبيثة والمعمرة، يعني الأرض بتاعتي نظيفة مش هتحتاج كل شوية إن أنا أعزق ومش موجود فيها حشائش، وخصوصا الحشائش النجيلية الحشائش الخبيثة والمعمرة. إيه هي الخبيثة والمعمرة؟ زي حشيشة النجيل، الحلفة، السعد، الحجنة، كل دي حشائش خبيثة، وحشائش حشيشة الرجلة كل دي حشائش خبيثة، وفي المحاصيل البقولية حشيشة الحمول وحشيشة الهلوك كل دي حشائش خبيثة. النقطة اللي بعد كده، توفر مصدر للري وكذلك الصرف بها. أنا لما أروح أشتري الفدان ده أنا صاحبه هيبيعه ليه طيب؟ ليه؟ علشان ده بيقول لك بالبلدي كده طرف مسقى، يعني طرف مسقى ما بتوصلوش المية أو ما فيش مصرف ليه، بيصرف في بطن الأرض، فبطن الارض مستوى الماء الارض عالي، فانا لما ازرع محاصيل متعمقه الجذور محصول متعمق الجذور عندي هيطلع ضعيف، فهنا كده توفر مصدر للري وكذلك الصرف، لابد ان يكون قريبه من الترعه للري وقريبه من مصرف علشان اصرف فيه الميه الزايده عندي. سؤال تاني، ما المقصود بكل من الدوره الزراعيه والتركيب المحصولي؟ ايه المقصود بالدوره الزراعيه والتركيب المحصولي؟ تعالي نشوف مع بعض. الدوره الزراعيه هي النظام الذي تتعاقب وتتبادل فيه المحاصيل على قطعه ارض معينه خلال فتره زمنيه محدده، يبقى هي النظام الذي تتعاقب وتتبادل فيه المحاصيل على قطعه ارض معينه خلال فتره زمنيه محدده. مده الدوره ممكن تكون 3 سنتان او 3 سنوات او 4 سنوات حسب مده الدوره وحسب مده مكس المحصول الرئيسي والمساحه التي يشغلها فيها. طيب تعال نشوف التركيب. التركيب المحصولي عباره عن قائمه بالمحاصيل مع بيان المساحه بالافدنه وبيان النسبة المئوية للمحصول بالمقارنة بإجمالي المساحة الحقلية أو المساحة المحصولية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا دلوقتي التركيب المحصولي ده أنا بعمل قائمة
بالمساحات. انا عندي دلوقتي زرعين القمح السنه دي، زرعين 100,000 فدان، زرعين برسيم، زرعين 150,000 فدان. دي قائمه انا بعملها واعمل لها مقارنه للمساحات الحقليه والمساحات المحصوليه اللي هي الموجوده. بمعنى انا بقول القمح عندي السنه دي في الموسم الشتوي بيمثل 10% من المساحه المزروعه، المحصول البرسيم بيمثل 15% من المساحه المزروعه. يبقى هو ده التركيب المحصولي. يبقى التعريف بتاعه الثاني عباره عن قائمه بالمحاصيل مع بيان المساحه بالافدنه وبيان النسبه المئويه للمحصول بالمقارنه باجمالي المحاصيل الحقليه او المساحات المساحه المحصوليه. مثال، عندنا مثال مهم، احنا ده ما فيش امتحان بيخلى من الامثله ديت، بيجي لك كل سنه في جزء في السؤال، في جزء تعريفي، في جزء نظري، في جزء من العملي اللي هي المسائل اللي انت كنت بتحلها وحلناها مع بعض. قبل ما نبدا في المثال عايز انوه لحاجه تحطها بين قوسين كده وتحط تحتها كذا خط. في حال مسائل الخصب، لما يجي لك مسائل عن الخصب ويقول لك مزارع لديه قطعتان متساويتان من الارض زرع احدهما قمحا او الاخرى كذا وانتجت كذا، هنشوف الامثله ديت ماشي ازاي تحكم على الخصوبه بتاعتها. قال لك اذا تساوت الارباح والايرادات، الارض هنا بنقول عليها ارض محايده عشان احكم عليها. اذا زاد الربح عن الايرادات هنا الارض هتكون خصبه، اذا قلت الايرادات عن المصروفات اذا الارض هنا حققت خساره فالارض هنا جدباء. في المسائل اللي هي خاصه بتصميم وتحليل التجارب اللي احنا هنشوفها دلوقتي عندي ثلاث حاجات مهمه. ايه هو ببص لها في المساله بعيني، اروح اشوفها ادور عليها في المساله، ايه هي؟ اتجاه الخصوبه. طيب ذكر لي اتجاه الخصوبه احل على انهي تصميم؟ طيب لو ما ذكرش اتجاه الخصوبه، لو ما ذكرش اتجاه الخصوبه بستخدم تصميم تام العشوائيه، تصميم تام العشوائيه. ولكن اذا قال لي الخصوبه تتجه من الشمال الى الجنوب هنا هستخدم هستخدم تصميم قطاعات كامله العشوائيه. اذا قال لي الخصوبه في اتجاهين متعامدين يبقى هنا هستخدم تصميم مربع لاتيني. لما اقرا مثال زي ده بيقول لي مثال، صمم تجربه لمعرفه انسب كميه تقاوي تلزم لزراعه فدان من الذره الشاميه في ارض متجانسه الخصوبه تماما. هنا ذكر لي هنا الارض متجانسه اهو، يعني كده انا اختار نوع التصميم هيكون معايا، هيكون تصميم تام العشوائيه مستخدما 5 كميات من التقاوي مع مراعاه تكرار كل معامله 4 مرات، مبينا نوع التصميم المستخدم، عدد القطع التجريبيه، كروك يوضح توزيع المعاملات. يبقى احنا كده هنخش مع بعض نشوف نوع التصميم المستخدم. التصميم المتبع هنا هو يكون تصميم تصميم تام العشوائيه. عدد المعاملات عندي هيكون 5 معاملات ورموزها كالاتي: رقم ألف رمز للمعاملة 10 كيلو جرام للفدان، رقم ب رمز للمعاملة 15 كيلو جرام للفدان، رقم ج رمز للمعاملة 20 كيلو جرام للفدان، رقم د رمز للمعاملة 25 كيلو جرام للفدان، رقم ه رمز للمعاملة 30 كيلو جرام للفدان. يبقى دي المعاملات اللي عندي بالكميات الخاصة بالتقاوي. أنا استخدمت في معاملة هستخدم فيها 10، في معاملة 15، في معاملة 20، 25، 30، وهنشوف التصميم بتاعنا. عدد القطع التجريبية هنا بيساوي 5 × 4 بيساوي 20 قطعة. ليه؟ أنا عندي المعاملات 5 معاملات وقال لك عدد القطاعات 4 قطاعات، يبقى 5 × 4 بيساوي 20 قطعة تجريبية. يعني أنا هرسم شكل كروكي متكون من 20 خانة، 5 × 4 ب20. تعالوا نشوف مع بعض ده الشكل الكروكي اللي أنا هرسمه. زي ما أنت شايف لازم أحدد حواليه كده حاجة اسمها النطاق، وبعد كده أبدأ توزيع المعاملات بتاعتي. المعاملة احنا قلنا معاملة ألف ب ج د ه كانوا كام معاملة؟ 5 معاملات هيتكرروا 4 مرات. يعني أنا عندي أدي المعاملة ألف اتكررت، ب ج د ه، أنت هتوزع معاملاتك كده ألف ب ج د ه. ليه؟ لأنه تصميم تم العشوائية، يعني حتى لو تجاوروا جنب بعض مش مشكلة. ليه؟ لأن الخصوبة في أول الأرض زي آخر الأرض. تعالى شوف تاني التوزيع للقطاع التاني، ب ج د ه ألف. طيب نوزع القطاع التالت، التكرار التالت، ج د ه ألف ب. نوزع التكرار الأخير الرابع، د
ه ألف ب جيم. يبقى أنا كده عملت إيه؟ التوزيع بتاع المعاملات بتاعتي داخل القطعة التجريبية إيه بتاعتي وأنا محددها إيه بالنطاق، تمام؟ وإذن تصميم تام العشوائية أو العشوائي إيه الكامل، دي أحد الأمثلة اللي بتيجي إيه في الامتحانات. تعالوا نشوف مثال تاني. مثال: صمم تجربة لمعرفة أنسب كمية تقاوي تلزم لزراعة فدان قطن مستخدما 5 كميات من التقاوي مع مراعاة تكرار كل معاملة 5 مرات. يبقى أنا هنا عدد القطع التجريبية هيكون كام؟ هيكون 25. ليه؟ لأن أنا هكرر المعاملات 5 مرات، وهم 5 معاملات 5 × 5 × 5 إيه؟ 20. هناك في السؤال اللي فات كان عدد المعاملات 5، عدد التكرار بتاعها هتتكرر 4 مرات، فكده عملنا له إيه؟ مربع من 20 خان، تمام؟ قال لك صمم تجربة لمعرفة أنسب كميات تقاوي تلزم لزراعة فدان قطن مستخدما 5 كميات من التقاوي مع مراعاة تكرار كل معاملة 5 مرات، فما هو نوع التصميم المستخدم وما هي خطواته إذا علمت أن الأرض تتدرج خصوبتها من الشرق إلى الغرب؟ وإحنا قلنا لما بتجينا الأمثلة ديت أول حاجة بدور عليها إيه؟ بدور عليها الخصوبة، اتجاه الخصوبة. ذكر لي اتجاه للخصوبة فأنا بختار نوع إيه التصميم. قال لي هنا من الشرق للغرب، إذن فنوع التصميم المتبع هنا هيكون عندي اسمه قطاعات كاملة إيه العشوائية. تعالوا نشوف مع بعض الحل. التصميم المتبع هو تصميم قطاعات كاملة إيه العشوائية عدد المعاملات 5 ورموزها كالآتي. هياخدوا برضو رموز زي المثال السابق. رقم أ رمز للمعاملة 20 كيلو جرام، ب رمز للمعاملة 25 كيلو جرام للفدان، ج رمز للمعاملة 30 كيلو جرام، د رمز للمعاملة 35 كيلو جرام، ه رمز للمعاملة 40 كيلو جرام. هنا عدد المكررات بتساوي 5 مكررات بتساوي عدد القطاعات. إذن عدد القطع التجريبية بتساوي 5 × 5 اللي بتساوي 25 قطعة إيه تجريبية. تعالوا نشوف الرسم الكروكي هيتكون إزاي معايا. أول حاجة لازم أرسمها أنا دلوقتي، هتمسك نفسك كده تعمل نفسك طيارة كده وتطير بإيديك، ناحية إيدك اليمين ناحية إيه والشمال ناحية إيه، وراسك اتجاه راسك أي اتجاه ورجلك أي اتجاه. فأنا بعمل كده وأرسم الاتجاهات الأربعة، هيكون شمال شمال جنوب شرق غرب، أنا برسمها كده. فأنا لازم أحدد على القطاعات عندي على الرسم الكروكي اتجاه إيه الخصوبة. فأنا هكتب اتجاه الخصوبة، أدي اتجاه الخصوبة مع السه، قال لك منين؟ من الشرق إيه للغرب. تعال نشوف، أدي الشكل الكروكي بتاعي وهوزع فيه المعاملات الخمسة إيه بتاعتي. ولكن هنا في حاجة لازم أكون عارفها كويس. إيه؟ قال لك القطاع عمودي على اتجاه الخصوبة، القطاع عمودي على اتجاه الخصوبة، يعني الخصوبة مع اتجاه السهم زي ما احنا ما شايفين، يبقى القطاع عندي ماشي عمودي على ايه؟ على اتجاه ايه؟ الخصوبة. ويتم توزيع المعاملات توزيع عشوائي داخل كل قطاع مستقل عن الآخر، يعني لابد ان يتم التوزيع ايه؟ عشوائي داخل ايه؟ القطاع، ولا تتجاور داخل القطاع، يعني ما ينفعش داخل القطاع اجيب ألف ألف، لا، ولكن في القطاع واحد ألف وفي القطاع اتنين جه ألف جنبيها ماشي في القطاعات، ولكن في نفس العمود نفس القطاع لا، ما ينفعش التصميم التوزيع المعاملات يتكرر أو يتجاور جنب إيه بعضه داخل إيه القطاع. تعالوا نشوف توزيع المعاملات. ماشي، إحنا كده خدنا قطاع واحد، قطاع اتنين، قطاع تلاتة، أربعة، خمسة. رقم ه ألف ب ج د، ده في قطاع واحد. القطاع الثاني ه ب ألف ج د، خلي بالك هنا تجاورت لأن ده في قطاع وده في قطاع، ولكن ما ينفعش ه يبقى تحتيها ه تاني. ليه؟ لأن التوزيع احنا قلنا توزيع عشوائي داخل ايه القطاع، لا تتجاور المعاملات ايه داخل ايه القطاع، ولكن بين القطاعات تتجاور. تعال نشوف القطاع الثالث، ألف ب ج د ه. القطاع الرابع، ب ألف ج ه د. القطاع الخامس، ج ب ألف ه د، زي احنا
شفنا احنا حصل تكرار او تجاور بين القطع جنب القطاعات، ولكن داخل القطاع ما حصلش تجاور. يبقى التصميم عندي هنا اسمه ايه؟ تصميم قطاعات كاملة العشوائية. ده تصميم قطاعات كاملة ايه؟ العشوائية. تعال نشوف مثال تاني. مثال: صمم تجربة لمعرفة انسب اصناف الذرة الصفراء من بين الاصناف الاربعة المستوردة من الخارج لزراعتها في مصر. قال لك المثال ده في حتة كده لازم نفهمها، لابد ان نفهمها. ايه هي؟ هنا استورد اربع اصناف من الذرة الصفراء هيجربها هنا في مصر، فانا هضيف من عندي، لو ما اتذكرتش هضيف من عندي معاملة خمسة اللي هو صنف محلي. صنف ايه محلي؟ بسميه صنف المقارنة. بسميه صنف ايه؟ او المقارنة، او معاملة ايه؟ المقارنة. يبقى المثال عندي هنا: صمم تجربة لمعرفة انسب اصناف الذرة الصفراء من بين الاصناف الاربعة المستوردة من الخارج لزراعتها في مصر، علما بان الارض التجربة غير معروف تجانسها واتجاه خصوبتها. وضح خطوات السير في التجربة مع رسم مبينا المعاملات ونوع التصميم. هنا في مشكلة، قال لك مش معروف خصوبتها، الارض دي خصبة ولا مش خصبة، اتجاه الخصوبة مش عارفه من الشرق للغرب ولا من الشمال للجنوب، انا هتبع اي تصميم هنا؟ اذا التصميم المتبع هنا اذا حصل اتجاهين او اختلف اتجاه الخصوبة او اختلف معاك في اتجاه الخصوبة انه يحدده لك، فانا هنا بختار ايه نوع التصميم، هيكون مربع لاتيني. مربع ايه؟ لاتيني. تعالوا نشوف حل المسألة. الحل: التصميم المتبع هنا وتصميم مربع ايه لاتيني، وعدد المعاملات هيكون خمسة، هو جايب اربع اصناف وانا ضفت الخامس صنف محلي صنف ايه مقارنة. يبقى انا عندي هنا عدد المعاملات خمس معاملات ورموزها ايه؟ كالآتي: رقم ألف رمز الصنف المستورد رقم واحد، ب رمز الصنف المستورد رقم اتنين، ج رمز الصنف المستورد رقم تلاتة، د رمز الصنف المستورد رقم اربعة، ه رمز الصنف المحلي المضاف للمقارنة اللي انا حطيته من عندي علشان ايه؟ للمقارنة. عدد المكررات بيساوي عدد المعاملات، يبقى انا عندي هنا خمسة في خمسة هيساوي 25 قطعة تجريبية، يبقى عدد القطع التجريبية هتساوي خمسة في خمسة هتساوي 25 قطعة تجريبية. تعالي نرسم الشكل الكروكي. شكل الكروكي هنا اختلف، هناك في التصميم تم العشوائية احنا ما حددناش لا صف ولا عمود، ووزعنا توزيع عشوائي في كل صف او كل عمود، وزعناها توزيع عشوائي. في قطاعات كاملة العشوائية احنا قلنا وزعنا كل قطاع داخل كل المعاملات داخل القطاع نفسه، كل قطاع اخدناه عمود على ايه؟ على اتجاه الخصوبة، ووزعنا عليه ايه؟ المعاملات بتاعتنا. ولكن هنا لازم لابد انا احدد الصف والعمود، الصف والعمود، والمعاملات مش هينفع انها تتجاور لا في الصف ولا في العمود. يبقى هنا عندي في مربع لاتيني لا يمكن ان تتجاور ايه؟ المعاملات لا في الصف ايه والعمود، يعني ما تتكررش لا داخل الصف ولا داخل ايه؟ العمود. تعال نشوف التوزيع بتاعنا هيتم ازاي. المعامله الف ب ج د ه، كده الخمس معاملات بتوعي. فاول عمود تعال نشوف العمود الثاني هيكون فيه ب ج د ه الف، العمود الثالث هيكون ج د ه ألف ب، العمود الرابع هيكون د ه ألف ب اللي ناقصني ج، العمود الخامس هيكون ه ألف ب ج اللي ناقصني هنا ايه؟ الدال. اذا التصميم عندي هنا وحددت له صف وعمود الاتجاهات ايه بتاعته، ليه؟ لان عندي الخصوبة انا مش عارف اتجاهها من الشمال ولا الجنوب ولا ايه التجانس بتاعها عامل ازاي، فانا هنا اخترت نوع التصميم هنا ايه؟ تصميم مربع لاتيني. يبقى نوع التصميم عندي هنا ايه؟ تصميم مربع لاتيني. فنخلي بالنا من المسائل دي جامد جدا، ولابد ان ابص بعيني اشوف الخصوبة بتاعتي هي اللي هتحدد لي نوع التصميم اللي انا هشتغله. انت ممكن توزع المعاملات صح وتعمل الشكل الكروكي صح وتعمل عدد المعاملات صح وعدد القطع التجريبية صح، ولكن اخترت نوع التصميم خطأ، اذا المسألة بالكامل خطأ، انت هديت الدنيا كده. تعال نشوف نوع تاني من الامثلة. مثال: احسب متوسط محصول الفدان من الذرة الشامية اذا كان محصول الوحدة التجريبية هو 20 كيلو جرام ومساحتها 1 على 200 من الفدان
ووزن الأرداب بالنظارة الشامية 140 كيلو جرام. هنا أنا القطع التجريبية ال 25 قطعة دول أنا عندي عايز أحسب متوسط محصول الفدان، لأن القطعة التجريبية صغيرة هتكون 6 في 7 متر أو 6 في 5 متر. طب ال 6 في 5 متر ديت أنا هجيب، هقدر أقول لك الفدان بتاعها أو المعاملة ديت هيجيب محصول قد إيه؟ الفدان معايا هيجيب كام أرداب؟ فأنا من خلال المثال ده أو المسألة ديت لما بتجي لك احسب متوسط محصول الفدان من الذرة الشامية، إذا كان محصول الوحدة التجريبية هو 20 كيلو جرام ومساحتها 1 على 200 من الفدان، ووزن الأرداب من الذرة الشامية 140 كيلو جرام، يعني إيه 1 على 200؟ يعني كل 200 قطعة بتساوي فدان، كل 200 قطعة بتساوي إيه؟ فدان. تعالوا نشوف حل المسألة، هنقول متوسط محصول الفدان هيساوي إيه؟ المحصول المتحصل عليه من الوحدة في مقلوب المساحة على وزن وحدة ايه التعامل. مقلوب المساحة اللي هو احنا مش قلنا واحد على 200، يبقى هننزل الواحد تحت ونرفع ال 200 ايه فوق، هو ده مقلوب ايه المساحة. تعالوا نشوف الحل بتاعها، ده هتساوي 20، قال لك 20 كيلو جرام في 200، احنا قلنا ايه مقلوب المساحة اللي هو كانت واحد على 200 هتبقى 200 ايه على واحد على وزن وحدة التعامل اللي هو وزن الأرداب بالذرة الشامية. يبقى اذا هنا 20 في 200 على 140 ساوت معايا 28.5 أرداب. يعني الفدان عندي في المعلومات اللي احنا شفناها في المسألة اللي ورا، الفدان عندي هيديني كام؟ 28.5 أرداب. شايفين المسألة على الحجم بتاعها مهما كان كبير ولكن الحل بتاعها سلس وبسيط. إذا حفظت المعادلة كويس والقانون كويس هتقدر تعوض مكان القوانين بتاعتنا وهتقدر توصل للحل السليم ايه للمسألة. تعالوا نشوف مثال تاني. مثال متوسط محصول الفدان من القمح، إذا كان محصول الوحدة التجريبية الذي مساحتها 3 متر في 3.5 متر اللي هي بتساوي 1 على 400 من الفدان هو 9 كيلو جرام، ووزن أرداب القمح كام؟ 150 كيلو جرام. تعالوا نشوف الحل، بس خلي بالك لازم نحفظ الحاجات ديت، معطيات المسألة عندي 1 على 400 و9 كيلو وال150، ليه؟ لأن هنحتاجها هنا برضو القانون أهو، نحفظ مع بعض. متوسط محصول الفدان، المحصول المتحصل عليه من الوحدة في مقلوب المساحة على وزن وحدة ايه التعامل. تعال نشوف مع بعض، يبقى 9 في 400 على 150 اللي هي ايه وزن الأرداب اللي هو وزن وحدة ايه التعامل، هيساوي معايا كام؟ هيساوي معايا 24 أرداب. يبقى انا كده 9 كيلو جرام في مقلوب المساحة اللي هي 1 على 400 على 150 وزن أرداب بايه القمح، ادتني 24 أرداب. في نوع نظري اهوت من الحاجات اللي انت هتشوفها اللي هو عرف كلا من، هتبدا تعرف حاجات، هتبدا ايه تعرفها او ممكن يذكرها لك بصوره تانية، هو يجيب لك التعريف ويقول لك اذكر المصطلح الدال على العباره الاتيه. يبقى التعريفات دي مهمه ليه؟ لان السؤال عندك في الاسئله بتاع المحاصيل بيجي لك الف وب وجيم، ماشي، جزء سؤال عام التعريف، بعد كده ايه مساله من انواع المسائل اللي احنا ايه اخدناها ديت، وفي مسائل دورات ومسائل خصبه هنتعرض ليها برضو وهنذكرها مع بعض ايه ان شاء الله. يبقى اعرف كل من، اول حاجه هنعرفها التصميم التام العشوائيه او العشوائي التام. ايه هو التصميم ده؟ التعريف بتاعه هو ذلك التصميم الذي تتوزع فيه المعاملات التجريبيه عشوائيا على جميع الوحدات التجريبيه المتجانسه، ويستخدم في التجارب المعمليه والصوب والتجارب التي يمكن التحكم في ظروفها. طيب تصميم قطاعات كاملة العشوائية هو ذلك التصميم الذي تتوزع فيه المعاملات التجريبية عشوائيا داخل القطاعات بحيث لا تتكرر أي معاملة داخل القطاع. طيب تصميم مربع لاتيني، التعريف بتاعه هو ذلك التصميم الذي تتوزع فيه المعاملات التجريبية عشوائيا داخل الأعمدة والصفوف بحيث لا تتكرر أي معاملة داخل العمود الواحد أو الصف. المجتمع، إيه هو المجتمع؟ هو مجموعة من المفردات معرفة تعريفا دقيقا وذات خصائص معينة. يبقى تعريف المجتمع هنا هو مجموعة من المفردات معرفة تعريفا ايه دقيقا وذات خصائص ايه محددة. طيب العينة، ايه تعريف العينة؟ عبارة عن مجموعة من المفردات مأخوذة من مجتمع ما لتمثله، وهي جزء ايه من المجتمع، او ممكن اقول العينة هي عبارة عن جزء من المجتمع تمثله تمثيلا ايه كليا. تعال المعاينة، ايه هي المعاينة؟ هي طريقة لأخذ جزء من المجتمع للتوصل إلى خصائص هذا المجتمع بطريقة إيه؟ أسهل لتوفير الوقت والجهد والتكاليف.
الخصب هي قدرة الأرض على إمداد النبات بما يلزمه من العناصر الغذائية بالكميات والصور الملائمة. طيب الخصب الدائم إيه هو؟ تعريف الخصب الدائم هو قدرة الأرض على إنتاج المحاصيل بما تحتوي من عناصر غذائية وإمداده بالكميات والنسب الملائمة طبيعيا. طيب الخصب المؤقت يعني إيه خصب مؤقت؟ والفرق بينه وبين الخصب الدائم هو قدرة الأرض على إنتاج المحاصيل بإضافة العناصر الغذائية المناسبة لنمو المحاصيل بالكميات المطلوبة أو إعطاء إنتاج اقتصادي. المتوسط الحسابي إيه هو المتوسط الحسابي؟ عبارة عن مجموع قيم مقسوما على عددها. طيب إيه تاني في التعريف؟ الوسيط إيه هو الوسيط؟ هو القيمة الموجودة في المنتصف عندما يكون عدد القيم فرديا ويساوي متوسط القيمتين الموجودين في المنتصف عندما يكون عدد القيم زوجيا. طيب المدى ايه هو المدى؟ هو الفرق بين اكبر قيمة واصغر قيمة. المنوال ايه هو المنوال؟ يساوي القيمة الاكثر تكرارا في العينة. يبقى كده احنا مع بعض ابنائنا الطلبة تناولنا بعض من انواع الاسئلة اللي احنا هنتعرض ليها في امتحان مادة محاصيل الحقل، واتمنى من الله عز وجل ان احنا نكون قدرنا نوصل لكم المعلومة اللي هي هتتيح ليك انك انت تقدر تجاوب اجابة نموذجية وتجيب درجات عالية تخش بيها ان شاء الله كلية كويسة او معهد كويس انت تحبه، وتكون انسان نافع لنفسك ونافع للمجتمع، وتكون طالع عامل فني مدرب اللي احنا بندور عليه في سوق العمل، وتقدر تفيد نفسك وتفيد بلدك. وفي النهاية اقول لحضراتكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع اطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق ان شاء الله لجميع ابنائنا الطلبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.